اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي وصلنا لفقره نبض 100 عقبه. خلونا نروح لبث مباشر من داخل نادي الزمالك، ناخد فيه زميلنا العزيز مراد ابو جلال. يا مراد نهارك ابيض وايه، صباح الفل عليك. نهارك ابيض يا مراد. بصبح عليكم زملائي الاعزاء، خالد غانم نادين تيسير، بصبح على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. بالتاكيد يا خالد ونادين، من داخل نادي الزمالك وفقره نبض 100 عقبه، واللي بالتاكيد هيكون فيها الكلام كتير النهارده نظرا للاحداث الاخيره اللي بيمر بيها البيت الابيض الزملكاوي، واللي كان اهمها امبارح يا خالد ويا نادين الخطاب والبيان اللي قدمه نادي الزمالك، وكان طبعا ليه ردود واسعه في الشارع الزملكاوي. واللي كان اهم نقطه فيه ان نادي الزمالك بيطالب بمبدا تكافؤ الفرص في بطوله الدوري الممتاز، وان الدوري والجدول يكون منتظم، وان مباريات الدور الثاني تكون طبعا موجوده او بتتلعب بشكل منتظم زي مباريات الدور الاول. يمكن حول ده كله هيكون معانا طبعا كابتن خالد مصطفى، مدرب بقطاع الناشئين بنادي الزمالك. كابتن خالد برحب بيك، صباح الفل عليك. اهلا بيك واهلا بنادين وخالد واهلا بجمهور نادي الزمالك كله. اهلا بيك يا كابتن خالد. يمكن زمان اتكلمت في البدايه، اتكلمنا وتابعنا بيان نادي الزمالك امس، شفته ازاي يا كابتن؟ لا طبعا بيان محترم جدا جدا، حتى اسلوب الكلام فيه. بنشكر مجلس الاداره على البيان لانه بيان متزن، بيان بيقدر جميع الجهات اللي شغاله في اداره كره القدم المصريه، ولكن بيمثل جمعيه عموميه وجمهور نادي الزمالك هو المفروض المفوض عنهم، واعتقد ان دي رغبه اغلبيه الجمعيه العموميه وجمهور نادي الزمالك، وان المجلس ادى رغبته ورغبه ناديه ورغبه جماهيره. كابتن خالد، شفت ازاي طبعا عدم انتظام المسابقه، وده ايه الضرر اللي بيوقع بيه على الانديه؟ بص يا مراد، طبعا بقالنا كام سنه صراحه الجدول غير منتظم، وده حتى بيأثر بالسلب على لعيبه الدوري المصري عموما، مش على نادي الزمالك بس، على جميع الانديه اللي بتلعب في الدوري، ان بنضطر نلعب كل 3 ايام مباراه، وده مش صح طبعا. انا كان في رايي يعني حتى الدوري اللي فات او اللي قبله او دوت، ان الدوري يتلغي تماما عشان اللعيبه نفسها تستريح والجدول ينتظم، لان احنا عندنا ارتباطات في افريقيا وعندنا ارتباطات في الانديه الاهلي والزمالك، واللي بيلعبوا كونفدراليه مع الاهلي والزمالك، دول بيلعبوا في الكونفدراليه، وعندنا كمان بطوله افريقيا السنه دي غير تصفيات كاس العالم، فكان لازم ان يحصل راحه للعيبه. اللعيبه اتهلكت بقى لها اكتر من سنه، اعتقد ان الجدول غير منتظم بقى له 3 سنين، ولازم يكون له حل. يعني مش معقول هنفضل كل سنه في نفس المشكله، ان ده بيأثر بالسلب على اللعيبه وارهاقها. كابتن، يمكن شفنا طبعا بيان نادي الزمالك، واللي طبعا بيطالب فيه مطالب طبيعيه جدا، اولها طبعا انتظام المسابقه، وان يكون في شفافيه في المسابقه، ان انت تكون طبعا بتلعب مباراه الدور الاول وبعد كده بتلعب مباراه الدور الثاني وترتيب المباريات، وايضا نظره للحكام. يعني شفنا الاحداث مباراه المصري، واللي بعدها مجلس اداره اصدر بيان ان احنا لازم عندنا مطالب تتنفذ، وبعد كده نقدر نتكلم نشوف هنلعب ولا الدنيا تبقى ماشيه ازاي. شوف عموما احنا كمدربين بنعمل في قطاع كره القدم، صعب ان نتكلم عن الحكام، لكن السنه دي الحكام بصراحه يعني بصوره هقول لك ايه، مميزه في الاخطاء، يعني اخطاء سهله جدا وساذجه من نجوم كبار، يعني وفي منهم حكام دوليين اخطاء ساذجه. واقربها انا لسه كنت بتفرج على ماتش في دوري الصعود، هدف رسمي ملغي لسموحه من حكم دولي، يعني ما لاي من خد باله ولا حاجه خد باله. طبعا في علامه استفهام كبيره جدا على الحكام السنه دي، وان الواحد المفروض اصلا، انا واحد بيعمل قطاع كره قدم ما يتكلمش على الحكام، لكن للاسف الحكام السنه دي هم اللي خلوا الناس كلها تتكلم على ان اهداف كتير. لا، والمشكله مش كمان في الاهداف، ده في نتائج مباراه تاثرت باخطاء الحكام، وده احنا كنا نقول زمان ايه، والله الحكم اخطا لكن مش النتيجه مؤثره، لا، في اخطاء السنه دي مؤثره على نتائج المباراة. فطبعا مطالب نادي الزمالك مطالب طبيعيه جدا جدا، ان تنتظم المسابقه وان الدور الاول يتلعب قبل الدور الثاني. ما اعرفش، ما ينفعش مثلا الاهلي والزمالك يلعبوا فاركو مرتين، يلعبوا سيراميكا مرتين، يلعبوا الداخليه مرتين، هم لسه ما لعبوش فرقه ثانيه، فده واضح ان معناها في خلل في تنظيم الجدول. نمره 2، الحكام لازم يكون ليها نظره، لازم الحكم يتعاقب ويتعرف انه يتعاقب عشان خاطر ما يكررش الخطا ثاني. هو ده مطلب طبيعي جدا جدا، ما هواش مطالب يعني شايفها صعبه. اعتقد نادي الزمالك يعني بياخد حقه ناديه وحق جمهوره وحق جميع العموميه، يعني ده مطلب طبيعي جدا جدا يطلبه، ان يحصل يعني الموضوع يتنظم. انا مش لازم اقول لك مثلا اوقف فلان ولا ماشي فلان، لكن الموضوع لازم ينتظم. اذا ما انتظمش يبقى في ضرر على الكره المصريه كلها، مش على نادي الزمالك بس. بالظبط يا كابتن خالد. لو هنتكلم بقى فنيا، وازاي مستر جوزيه جوميز يبعد اللعيبه عن كل الاحداث الجاريه دي؟
العاده طبعا المدربين الكبار والانديه الكبار الانديه الكبيره اللي هي بتلعب دوري زي ما انت شايف بقى لها سنين وبتاخد بطولات وبيلعب في افريقيا وكده، عارف ازاي ينظم وقته وعارف ازاي يخرج لعيبته تماما عن اي اشياء خارج كره القدم وتدريب كره القدم، ودي اكيد طبعا خبره موجوده عند مستر جوميز وعند كابتن عبد الواحد السيد مدير الكوره وكباتن الفرق اللي موجودين زي شيكابالا وزي شيفو. الموضوع سهل جدا جدا واكيد مرت ازمات كتير جدا في الكره المصريه عموما، انت بتبعد لعيبه الكره تماما عن الحاجات الاداريه والا ما عندهمش غير الحاجات الفنيه بس اللي يفكروا فيها. رأيك كابتن خالد في مستوى الزمالك الفني؟ يمكن شفنا مباراة فاركو كانت آخر مباراة، رأيك كابتن خالد في مستوى الفني لنادي الزمالك؟ ما شاء الله النادي بيتصاعد فنيا سنة بسنة، يعني بالذات بعد الكونفدرالية والحمد لله وكسبها مأدي ماتشات كويسة جدا جدا، حتى الكونفدرالية ما شاء الله كان ماشي فيها كويس وحقق البطولة. لا نادي الزمالك إن شاء الله من أحسن لأحسن، وإن شاء الله بإذن الله تنتهي أزمة القيد دي ويبدأ يجيب في سكواد يعدل بعض المراكز اللي عنده، وإن شاء الله هتشوف نادي الزمالك في الفترة اللي جاية أحسن وأحسن. رايك يا كابتن في الحاله اللي وصل لها اليها لاعبي نادي الزمالك مع مستر جوزيه جوميز؟ يمكن شفنا الماتش اللي فات غياب قايمه كامله عن الفريق، ولكن الراجل قدر ان هو يشتغل باللعيبه اللي معاه وقدر ان هو طبعا يقدم مباراه مهمه جدا، وخاصه بعد تصعيد اثنين من اللعيبه الشباب يمكن علي ياسر ومحمد السيد، وشفنا الشناوي حارس مرمى برده من ابنائكم في قطاع الناشئين يا كابتن. طبعا الاول طبعا عشان برضو نقول كلمه حق للمدرب، يمكن كابتن جوميز اول ما جه نادي الزمالك كان ناس كتير جدا عليها لغط وفي ناس معاه وناس ضده، لكن برضو الراجل بنديله حقه لما قعد فتره وعرف كويس امكانيات لعيبته اللي موجوده في ارض الملعب واللي موجودين معاه في التدريب اذا كانت 30 لاعب، قدر يحط ايده على كل نقاط الضعف والقوه اللي موجوده في فرقته وبقى بيلعب كل مباراه بالتشكيل المناسب لهذه المباراه. اما بالنسبه لقطاع الناشئين فانا يمكن اكتر من مره جيت معاكم في القناه يا مراد وقلت لك ان نادي الزمالك عنده ذخيره من اللعيبه ممتازه في الناشئين بس محتاجين ياخدوا الفرصه، وانا بالفرصه يعني بالمناسبه محمد السيد ده كان طبعا من ابنائي انا بالذات، يعني اول ما لعب في نادي الزمالك كان فرقه 2006 معايا اول ما مسكتها، من اللعيبه الممتازين جدا جدا وهيكون له مستقبل في نص ملعب نادي الزمالك وفي منتخب مصر، ربنا يكرمه ان شاء الله. وعلي برضو لعيب كويس، لكن انا محمد السيد لعيب ان شاء الله هيكون له شان باذن الله في الفتره اللي جايه. كابتن خالد دايما بتنورنا وتشرفنا ودايما يمكن ارائك مهمه جدا بالنسبه لنا. حبيبي يا كابتن مراد، ان شاء الله اللي جاي يكون احسن نادي الزمالك، وربنا ان شاء الله الزمالك لما يرجع للدوري تاني وان شاء الله هيرجع قريب هنشوف الزمالك في احسن حالاته باذن الله الفتره اللي جايه. شكرا جدا يا كابتن خالد نورتنا. شكرا للاستوديو والجمهور الزمالك كله. شكرا. يعني زملائي الاعزاء خالد غانم نادين تيسير، ده كان لقاء خاص مع كابتن خالد مصطفى مدرب قطاع الناشئين بنادي الزمالك، اتكلمنا عن ابرز النقاط المهمه وعن الملفات الساخنه داخل نادي الزمالك. يمكن ده كان كل ما لدي من هنا من داخل البيت الابيض الزملكاوي، هطير اليكم الى سد نهارك ابيض اليكم الكلمه. بشكرك طبعا يا مراد، واكيد بنشكر كابتن خالد مصطفى اكيد بنتمنى كل التوفيق ان شاء الله لنادينا الفتره اللي جايه.